فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. تنافسوها يعني تتسابقون إليها، وإذا تسابقوا إليها حصلت الشحنة وحصلت الخصومات والمنازعات بسبب التنافس على الدنيا. فالتنافس على الدنيا يسبب محاذير بين المسلمين، فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على خطر المال، خطر الغنى والثروة، وأن المسلم يحذر، وإذا آتاه الله مالا فليكن على حذر من ذلك لئلا يطغيه هذا المال أو يحمله على الانشغال بشهواته وملذاته والإعراض عن الآخرة.